عايزين نعمل دلوقتي برضو شوف درونج لعمود زي ده. عمود ده كان عين كام؟ عين اتنين. عايزين نشوف قطاع عمود اللي هو عين اتنين اللي هو 25 في 60. الشغل البلدي بره معلش يا جماعه حابين يوفروا شويه. فبقول لك انا هعمل الاركان الخارجيه فاي 16 الاربعه دول وكل السته اللي جوه دول اعملهم فاي كام؟ فاي 12. يحب يوفروا قوي ماشي؟ يقول لك فاي 16 حرام يعني على ايه؟ ست ادوار ولا اربع ادوار اطلع بيهم؟ فاي 16 اللي هنعمل الاركان هما بس الاربعه فاي 16 والداخلي كله كام؟ فاي كام؟ هتلاقي كتير. هتلاقي كتير كتير. انا عندي السبت بطلع من قدر اه ماشي؟ طب اعمل شوف درونج بتاع العمود ده ازاي؟ اسهل منه ما في اهو. يعمل قطاع عمود اهو. العمود بتاعنا ارتفاع الدور كام؟ 3 متر، ادي عمود 3 اهو. عرض العمود كام؟ اوفست، كام عرض العمود؟ 6 من 10، ولكن هناخد الاتجاه الطويل 6 من 10. اقول له من هنا لهنا. ادي كده ايه؟ العمود بتاعنا. عايز اعمل ايه بعد كده عليه؟ كفر، كام الكفر في العمود؟ اوفست كام الكفر؟ 2.5، يبقى علامة صفر 2.5 اهو. اقول له 2.5 من هنا و2.5. بعد كده في كام سيخ؟ في كام سيخ جوه؟ 3. انا عايز ارسم كمان 3 سيخ. اعمل الكلام ده ازاي؟ اقول له ايه؟ الري صح؟ فين الاوبجكت اللي عايز تعمله الري؟ اهو انتر. نوع الري ايه؟ وانا عملت ايه؟ دي ار الري. فين الاوبجكت؟ اهو انتر. نوع ايه؟ ماشي يا عم. وانا عملت ايه؟ اه الري. معلش انا كنت بعمل الامر بتاع بتاع التاني اللي احنا بتاع الليزب اللي احنا كنا بنعمله. اختار الخط ده انتر اقول له نوع ايه؟ ريكتانجلر. ريكتانجلر ايه؟ الري. اجي اقول له هنا ايه؟ كولمز. انا عايز كام عمود؟ كام؟ اربعه، لان انا معايا مين؟ الخط اللي انا بختاره بيحسبه واحد، يبقى اربعه فعلا. بقول لك ايه بقى؟ انت عايز المسافه بين الكولمز كام؟ انتر واحد مثلا. ممكن تاخد العمود ده كده يا جماعه اهو، شد الخط ده كده ارجعه لحد هنا كده. لا معلش انا اسف. اقول لك على حاجه افضل، ممكن تعمل ايه؟ خط لاين حاجه افضل يعني اهو لاين. تعمل له امر اسمه ايه؟ ديفايد. قسم لي الخط ده اه. قسمه كام حته؟ كام سيجمنت؟ انا عندي ثلاث سياخ، يبقى كام حته؟ اربع حتت. انا مش شايف اعمل ايه؟ فورمات بوينت ستايل. اقول له يا جماعه شكل تاني وخلاص اهو. اقول له اوكي ماشي. بعد كده اعمل امر ايه؟ اخد الخط اللاين ده اقول له ايه؟ كوبي. اقول له منين؟ من هنا لهنا لهنا لهنا. بعد كده احذف بقى دول خلاص مش عايزهم. ريز والنقط مش ايه كده. رسمت مين؟ البعد مين؟ الراس بتاع مين؟ الحديد ده المفروض بيكمل لحد فين؟ ستريتش متر ايه؟ زياده بتاع مين؟ لا شيء. راح جاي واخد ده كله طلعه فوق كام؟ واحد كمان واحد. ادي الاشياء. مش ده كده العمود بتاعنا؟ في مشكله كده؟ عايز ارسم بقى حديد تسليح. قلت له يا باشمهندس اوتو ريبار. ارسم ايه؟ درو. ممكن اعمل امر درو ارسم امشي على ايه؟ على الخط. في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ بولي لاين تو ريبار. لو انا كنت راسم الخطوط دي بامر بولي لاين كنت ضغطه واحده حولتهم لمين؟ لحديد تسليح. انما بقى اقول له لا استخدم لي ريبار. قدر كام يا جماعه؟ الخارجي احنا قلنا نخليه كام؟ 16. خلينا نمشي زي الديتيل اللي عندي فاي 16 اهو. واجي من هنا اعمل ايه؟ اقول له من النقطه دي لحد فين؟ لحد هنا. ادي اول سيخ عندي. طيب فين الثاني اللي زي اهو؟ قدر كام؟ 16 برضه اهو. من هنا الداخلي قلنا نخليه كام؟ فاي كام؟ اقول له برضه ريبار. اقول له فاي كام؟ المره دي 12 انتر. اروح جاي بقى راسم خط ايه؟ اقول له من هنا. ليه ما بيكتبش على الحديد؟ لان انا قلت له ايه؟ الغير مين؟ اللوكال ايه؟ الاسامي اللوكال بتاعتي. اللوكال دايمنشن. من هنا لهنا واخر سيخ عندنا. فاي 12 من هنا بكام؟ في مشكلة كده؟ أدي رسامة الحديد بتاعي. أعمل إيه؟ أرسم من تحت. أرسم من تحت. كروس سكشن.